ورع مين؟ مالك وابي. خد عم. كم اصبع هدول؟ هدول شي 200 اصبع. حال بكفوا خير الله. منين طلع الصوت؟ انا ما دخلني ابي من هنيك. منين؟ شو بدك تعمل؟ بدي ورجيه. انا قلبي تعيني. شو طول بالي؟ جنني جنني. انا بدي ورجيه. شو صار؟ قوم وخلصنا منه. لك 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 ما متل. بدي اخلص منك منه. إلا خلصة يا عمي. يا عمي انت تكعيني. يا انا هذا اللي صار معنا؟ ما بتصدق ما هيك؟ بس لا بصير. ابوك يا خراف كسر صار بالبيت. لك انت فهمني. لحتى فهمك انا بعدين شو هذا المساوي؟ شو جايب معك؟ باب المستودع. يخرب بيتك حدا بيعمل عملته؟ ماكك باب المستودع وجايبه معك هلا بيكون وهبوه هبي احط الصحيح. ليش بقي شيء يتأحط؟ شو قصدك؟ لك رحت لأسرع شغلة ما لقيت لك مسمار واحد ما لقيت الحيطان كله مبخشة ما لقيت بوشي غير هذا الباب قلت حيلي لأشبطه قبل ما غيري ينشئن عليه يخرب بيته على هالعملة